لم يبقى الكثير لتغلق سنة 2023 باب نصفها الأول. شهر مايو كان آخر فرصة لتفرض كل شركة عضلاتها. في الفئة الاقتصادية تألقت ريلمي وتكنو وفيفو حتى إنفينكس بهواتف قوية ومنافسة في فئتها السعرية. استغلت الشركات الصينية النامية غياب المسيطرين عن الفئة الاقتصادية وأصدرت هواتف لا تقل بريقا عما تقدمه شاومي وسامسونج وأونر. نعرض لكم اليوم 10 هواتف اقتصادية بسعر أقل من 250 دولارا لشهر مايو. هيا بنا. البداية مع ريلمي 11 بتصميم جذاب وعصري وشاشة أموليد 6.43 إنش بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. العتاد مكون من معالج دايمنسيتي 6020 5G جيد للاستخدامات المتوسطة وخيارين من الرام 8 جيجا بايت بسعة 128 جيجا بايت و12 جيجا بايت بسعة 256 جيجا بايت. في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة 1.8 مدمجة بعدسة ثانية خاصة بالعزل. بالأمام كاميرا 8 ميجا بكسل وسعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سعر الهاتف يبدأ من 230 دولارا. شاهد مراجعتنا للجهاز. ثانيا تكنو كامون 20 برو 5G شركة تزداد شعبيتها يوما بعد يوم في دول شمال إفريقيا والعالم العربي. يضم شاشة أموليد مقاس 6.67 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز وبمعالج دايمنسيتي 8050 جيد جدا للاستخدامات المتوسطة مع رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت. يوجد ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة 1.8 وعدستين مساعدتين 2 ميجا بكسل وبالأمام كاميرا 32 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سعر الهاتف يبدأ ب 242 دولارا. ثالثا فيفو واي 78 يقدم شاشة LCD مقاس 6.54 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز وفي العتاد معالج Dimensity 7020 جيد جدا للاستخدامات المتوسطة مع خيار رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت. توجد كاميرتان خلفيتان، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مدمجة بعدسة مساعدة 2 ميجا بكسل وبالأمام كاميرا 8 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة 44 واط. سعر الهاتف يبدأ من 200 دولار. رابعا إنفينكس نوت 30i بشاشة أموليد جيدة مقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus دون معلومات عن معدل التحديث. جاء بمعالج هيليو جي 85 من ميديا تيك جيد للاستخدامات الاقتصادية مع خيار رام وحيد 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل وبالأمام كاميرا 16 ميجا بكسل. سعة البطارية تبلغ 5000 ملي أمبير مع شحن سريع يصل حتى 33 واط. لم تكشف الشركة عن السعر لكن بنسبة كبيرة لن يتجاوز 250 دولارا. خامسا هواوي نوفا واي 91 بمواصفات مكررة عن الجيل السابق من السلسلة لكن جيدة بسعر لم يتم الكشف عنه بعد لكنه اقتصادي بنسبة كبيرة. تأتي شاشة LCD مقاس 6.95 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 90 هرتز وبمعالج سناب دراجون 680 ثماني الأنوية جيد للاستخدامات المتوسطة مع رام 8 جيجا بايت بسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرتان، الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 والثانية 2 ميجا بكسل والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. سعة البطارية ضخمة وتبلغ 7000 ملي أمبير بقدرة شحن 22.5 واط. لم تكشف الشركة عن السعر. سادسا إنفينكس نوت 30 نوت 30 نسخة 4G يأتي بشاشة LCD مقاس 6.78 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل بمعالج هيليو جي 99 المتوسط مع خيار رام 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة واسعة تصل حتى 1.7 مدمجة بعدسة مساعدة 2 ميجا بكسل وبالأمام كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 45 واط. سعر الهاتف يبلغ 230 دولارا. سابعا فيفو واي 36 هاتف فريد بتصميمه الجذاب ومواصفاته الجيدة مقارنة بسعره. يقدم شاشة 6.64 إنش من نوع LCD بدقة Full HD Plus المعالج سناب دراجون 680 بثمانية أنوية جيد للاستخدام المتوسط مع رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرتان، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مدمجة بعدسة AI للعزل عن الخلفية وبالأمام كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير. سعر الهاتف 226 دولارا. ثامنا
ريلمي نارزو N53، فئة نارزو تستهدف بها ريلمي أصحاب الدخل المحدود بهواتف جيدة بمواصفات دنيا بسعر جد اقتصادي. جهاز بشاشة 6.74 إنش من نوع LCD بدقة HD Plus ومعدل تحديث 90 هرتز. لم تكشف الشركة عن اسم المعالج واكتفت فقط بذكر أنه ثماني الأنوية بتردد 1.82 جيجا هرتز، ما يترجم لأداء جيد في الاستخدامات الاقتصادية. جاء بخيارين من الرام، خيار 4 أو 6 جيجا بايت مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا 50 ميجا بكسل جيدة، وبالأمام 8 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة تبلغ 33 واط. سعر الهاتف يبدأ من 109 دولارات. تاسعاً، إنفينكس هوت 30 بلاي. قدمت إنفينكس هاتفاً اقتصادياً يدعم تقنية NFC، ما يعد أمراً غير معتاد. جاء الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.82 إنش بدقة HD Plus ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل بمعالج هيليو G37 من ميديا تيك، جيد للاستخدامات الاقتصادية مع رام 4 جيجا بايت وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة 1.8، وبالأمام عدسة 8 ميجا بكسل. سعة البطارية ضخمة تبلغ 6000 ملي أمبير بقدرة شحن 18 واط. لم تكشف الشركة عن سعره، لكن بنسبة كبيرة لن يتجاوز 200 دولار. عاشرا وأخيرا، فيفو Y35 Plus. فضلاً عن تصميمه الجذاب وألوانه الشبابية، جاء الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.64 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث نموذجي 60 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 6020 من ميديا تيك، جيد للاستخدام المتوسط مع خياري رام 6 أو 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وبالأمام كاميرا 8 ميجا بكسل. بطارية الجهاز تبلغ 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 15 واط. سعر الهاتف يبدأ من 198 دولارا. كانت هذه الهواتف الاقتصادية الصادرة لشهر مايو بسعر أقل من 250 دولارا. شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات حول الهاتف الذي يستحق مكانا في قائمة أفضل هواتف النصف الأول الاقتصادية لسنة 2023. وإلى اللقاء. شهر مايو كان مختلفاً في سوق الهواتف المتوسطة، شهد عودة شركات كبرى مثل سوني وجوجل، وكشفت كل من أوبو وريمي عن أهم هواتفهم المتوسطة لهذه السنة. فما النجم الأكثر إشعاعاً بين خصومه في هذه القائمة؟ نتعرف سوياً على الهواتف المتوسطة الصادرة في شهر مايو بسعر أقل من 500 دولار. We'll be right back.